شوف اغلب وسائل الاعلام الان الغريب بيها شويه انا من اجي يمك يعني هذا الموضوع يعني اقرصه احكي اغلب وسائل الاعلام الان ما اعرف ليش تمتنع ذكر اسم نور زهير. نور زهير وانا اقول لك صدق والله العظيم نقطه سوداء راح تصير يعني في تاريخ. لا 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 نقطه سوداء انا راح اعيد لك يعني ما يتقبلوني احد يحكي على نور زهير. اغلب وسائل الاعلام الان بدت بشكل غريب تتناسى بتعمد ولا تنصح ضيوفها ربما ولا تشجع ضيوفها على ذكر اسم نور زهير. يعني يقولون لهم لا تحكون على نور زهير. ما يعني ما قايل يعني واحد ما يجرى يقول لي بس يعني يقولون لغير ضيوف. اي والله